مرحبا بالعمق في البيت ديالي، وكنرحب بك لا زينب والاخ عماد. طبعا بعد الشهر الكريم بديت كنحس بالم اللي هي ديال المراره فقط. صافي مشيت درس عملي عند البروفيسور الرادي نور الدين اللي كنحييه من المنبر، تنحيي الطاقم الطبي كله، والحمد لله الامور بخير وعلى خير ان شاء الله. فين كاين مشاريع؟ كاين مشاريع فنيه مع سعيد الامام، مع الزيات، مع الاستاذ محمد الزيات، مع الاستاذ سعيد الامام، عفوا، مع سي زكريا بقشا، كاين الحاني، هناك يعني اعمال كثيره، وتوزيع طبعا اسامه باهي. بغيت نتكلم شحال انا ما كنتعاملش مع فرقه معينه موسيقيه او عندي فرقه معينه. المشكل ديالنا احنا في المغرب والفنان المغربي هو الاداره الفنيه. الاداره الفنيه كيكون فيها مناجر، تيكون فيها واحد الطاقم اللي كيشتغل ورا الفنان، تيكون فيها فرقه موسيقيه خاصه بيك، تيكون فيها يعني توت اون ايكيب اللي كتكون خدامه. احنا ما عندناش، ما تنخدموش بهذه المواصفات، لان من هذا المنبر تنقول على ان الفنان المغربي هو اضعف اجر في العالم العربي، خصكم تعرفوها. وعلاش ما كنقدروش نديروا هاد الاشياء؟ يعني بحيث حتى دابا غير الدعم، ما كاين اللي ما عندوش لا باتون في سميتو، ما كاينش اللي ما عندوش، يعني هي اداره فنيه. فنرجع لك الفرقه الموسيقيه، الفرق الموسيقيه طبعا الموسيقي هو اقل سعر واضعف سعر اللي كيخدم نهار بنهار، وكيف ما تنقولوا حنا. فطبعا هذه الجائحه غادي تضر بها، ضراتهم بزاف على ما سمعت وعلى ما قريت في المواقع التواصل الاجتماعي، على ان هناك بعض الموسيقيين اللي باعوا الالات ديالهم باش كملوا. وطبعا شوف، انا نقول لك واحد المساله، الفنان المغربي بغيتي نتكلموا بصدق ونتكلموا عن اسس، ما نهضروش على الهامش. الفنان حنا باقي عندنا القانون ديال الفنان المغربي باقي ما صادقش عليه البرلمان. لما تيصادق البرلمان على هاد القانون، فالفنان تيولي عنده واحد الصندوق ديال الدعم ديالو خاص به. داك الصندوق ديال الدعم هو فيه بحال مثلا هاد الجائحه هذه، بحال مثلا مهرجانات التي تقام طيله السنه اللي كيجيو فنانين من العالم العربي كيغنيو كياخذوا، والله يسهل على كل واحد هذيك اجورهم كيدافعوا عليها شغلهم هذاك. حنا ما تنتكلموش على هذه المساله، وانما كنقابه عندها واحد خصم ديال 10% او كيف ما كيتعاملوا معنا حنا خارج الوطن. حنا بعض المرات مثلا لما كنت انا مثلا في فلسطين، حنا عبرنا على الاردن انا والفرقه ديالي، فساعد المكانه وانا واقفه في المطار، تجات انا ما غنيتش في الاردن، تجات النقابه ديال الاردن، جا الامين العام ديال النقابه ديال الاردن واكد لهم على اننا حنا ما درنا حتى شي صرف الاردن. يعني باش نوريك شوف القيمه ديال الفنان في العالم باسريح، لماذا حنا؟ علاش لا؟ فاحنا خصنا واحد، كان واحد الصندوق ما غاديش نحتاجو حتى لشي واحد اخر. هذاك الصندوق ديك الموارد اللي كتكون اللي كتدخل ليه من فنانين اخرين، ديك النسبه مئويه اللي كيكون خصم من اجور الفنانين العرب اللي كيجيو يديروا سهرات، حنا هذيك راه تيستافد منها الفنان المغربي. فالله يكون في العون الجميع. باش نجيك من الاخير، يعني حتى كل الفنان، يعني واحد الاغلبيه ديال الفنانين تضروا في هذه الجائحه، مجموعه ماشي غير موسيقيين، فنانين واسماء كبيره وزينه. انا اسره متوسطه جدا، كبرت في اسره بسيطه اللي راس مالها هو القناعه وهو البساطه، وهو كانت واحد السعاده اللي افتقدناها اليوم ما بقاتش، واللمه ديال الوالدين الله يرحمهم مع الخوت بيناتنا. حنا كنا سبعه ديال الخوت مع الوالد والوالده الله يرحمهم وليهم رحمه الله. فما كان ما كانش داك العوز، ولكن واحد القضيه غنقولها لك باش نكون صريحه معاك، ما كانت خاصنا والو، ما كانش عندنا وما كناش مخصوصين الحمد لله. وكبرنا تربينا على القناعه، وتربينا على الاشياء البسيطه، وتربينا على 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 التآزر بيناتنا كخوت، بعضياتنا، طاح واحد كيوقف مع الاخر، هذه الاشياء اللي ما عندهاش ثمن. نجيك من الاخير، يعني في الوقت ديالي لما كانت عندي انا 7 سنين، المغرب كله كان محافظ، باش نكونوا واضحين، لان هذاك الزمان ماشي هو اليوم. ذاك الزمان حتى وكان البنت كاع نقولوا مثلا لبسات بونطالون ولا لبسات ميني جوب، ما كانش بالمفهوم ديال اليوم باش تبرز
الجسم ديالها او تبرز مثلا المفاتن ديالها. هذاك الوقت كنت تتلبسي حيت موضه وعادي وما كاينش ما تيدافشي باش نكونوا واضحين. فالوالدين ديالي الله يرحمهم ما كانش اعتراض منهم نهائيا. علاش؟ لان هنا واحد الفاكهه اللي هما جات من عندهم، هما اللي عارفين المزايا ديال ديك الفاكهه، هما عارفين اشنو استثمروا في هذيك الفاكهه خلال التربيه من خلال الاخلاق ليومنا هذا. انا جوزت ولادي ولا زلت غدا على هذيك القيم وهذيك التربيه، لان مساله ثقه الوالدين، مساله ثقه بالولاد والوالدين ديالهم. فكان وعد على انني زعما الحمد لله من نهار اللي بديت كان ديما تمشي معايا اختي ولا خويا ولا شي واحد، حتى من بعد وليت كنمشي بوحدي، من بعد ولا كنمشي معايا ولادي يعني حتى اليوم. فما كانش اعتراض، ما غاديش نقول تهميش، وانما بالنسبه ل 36 ولا 37 سنه، شنو رايكم انتم كصحفيين وكمشاهد مغربي وكجمهور، انتم غتجاوبوا على هذا الجواب؟ اذا كان مشوار ديال 37 عام ولا اكثر من 37 38 سنه، فتنظن ما خديتش الحق اللي خصني ناخذ. اولا انا ما كنتمناش باش نكون غنيه، العفاف والكفاف والغنى عن الناس. انا واحد الانسان اللي يمكن ما نبغيش نتحط في موقف خايب حرج لا قدر الله مستقبلا وقعت الناس اللي لاباس عليهم في العالم، يعني اسماء كبيره ماشي فنانين وانما اغنياء كبار اللي دارت بهم الوقت. هذه ما تيبغي حتى واحد. انا ما كنبحثش على المال، وماشي رصيدي، ماشي هدفي هو المال، لان المال يمكن لي نجيبه بلا شهره الا بغيت، حيت كاين بزاف الفنانين ما مشهورينش، داكشي اللي عندهم ما عنديش انا مثلا، او ما عندش عبد الحليم حافظ الله يرحمه اللي مات، باش نكون باش نوصل لك المعلومه اصح. ف الندم على قاهرة على مصر لا نهائيا، بالعكس مصر انا مشيت ليها وحلت لي البيبان الكبار بشهاده فنانين اللي هما كانوا حاضرين بشهاده السفراء اللي هما سفير صاحب الجلاله الله يسره في ذاك الوقت اللي كان انا ذاك، وبشهادة مغاربة اللي عندهم وزن في مصر اللي عايشين مقيمين في مصر اللي هم عائلات كبار، شافوا في كيفاش تعاملت أنا في مصر وفين غنيت وفين تحقيت وكيفاش كانت المعاملة، يعني باش نجيك من الآخر. لا بالعكس ما ندمتش، لأن أنا مبدأي كان هكا، وشمتيني في البداية ديالي أنا كنت كنشوف الفنان خص تكون عنده واحد الهوية، واحد البطاقة الوطنية ديالو حملها، بغض النظر على التخرج المدرسة ديالي شرقية أو هذا، لا ما لها لا علاقة ليها. ولكن لما كنمشي لشي مطار كنعطي باسبوري، ما تعطيش باسبور ديال شي دولة أخرى ديال شي جنسية أخرى. فأنا هذا هو بالنسبة لي الفنان. أما الفن راه ما عندوش وطن كيف ما تيقولوا، الفن عالمي. فانا ما كانش عندي تحيز او عنصريه، لا بالعكس مشيت لمصر وفتحت لي احضانها واستقبلتني احسن شركه اللي هي في ديك الساعه كانت من كبريات الشركات في ديال 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 شركه انتاج اللي كانت ديك الساعه اللي هي صوت الفن ديال عبد الحليم حافظ ديال محمد عبد الوهاب، وتعاملت مع الزوجه ديال مرت محمد عبد الوهاب اللي هي اللي كانت سببي فاش دخلت الشركه الله يرحمها السيدة نهلا القدسي، توفات خلينا نقول الله يطول عمرها، المهم ماتت الله يرحمها، والسيد مجدي العمروسي، يعني كان حلم كيحلم به اي فنان. ف الرجوع لهذا ورجعت للوطن ديالي، انا كنت كنمشي كنجلس 10 ايام 20 يوم تنسجل داك الشيء اللي خصني نسجلو تنعاود نرجع، ولادي كانوا باقيين صغار ما نقدرش نعاود ناخذهم من واحد الثقافه ونحطهم في جهه اخرى عاوتاني، صعيب الحال. فالاستقرار كان في المغرب، والاغنيه المغربيه كنظن عندها مستقبل باقي ما واعيينش به المغاربه. لازم لازم لازم، هي الحرب ديالنا حنا ما كانتش بحال الحرب اللي كاينه اليوم، الحرب اللي كانت عندنا حنا كانت المنافسه وليست حرب. الحرب اللي كانت عندنا حنا ما كانتش تجيك من فنان، يمكن تجيك غير من انسان عادي خدام في شي جهاز تتنتمي ليه انت كفنان، واش فهمتي؟ ف
عالم اخر انا ما بغيش ندخل ليه، ما بغيش نطرق ليه. اما بالنسبه للحرب بيني وبين شي فنانه ولا هذا نهائيا، ما عمري كان عندي الحمد لله علاقتي طيبه مع، انا شخصيا كنتكلم على نفسي، حياه الادريسي علاقتي مزيانه مع الفنانين كاملين رجالا ونساء، الاجيال جميعها، يعني ما عنديش مع مشكل الجيل الاول ولا الثاني ولا الاخر اللي كاين دابا، ما عندي اشكال حتى مع شي فنان. فالانسان دائما تيكون، انا كنظن الانسان خص يكون عنده اخلاق قبل ما يكون فنان. فالحرب كتجي من عدم الاخلاق، ونحرم الرزق على واحد الانسان اخر كتجي من عدم الايمان بالله وكتجي من عدم الاخلاق. فانا ما عنديش هذه المواصفات، الحمد لله، كنحمد الله وكنشكره. المشكل ماشي بيد الفنان، عدم ظهوري او بروزي مثلا في بعض المهرجانات اللي مغربي، ومع العلم على انني اشتغلت مهرجانات كبيره جدا في العالم العربي ولقيت نجاح كبير ومشيت ما عنديش اسم. هذا هو الشيء الجميل اللي يعني اللي خصنا ننتبهوا ليه. فعدم حضوري او مثلا وجودي في بعض المهرجانات فهذا ما تيرجعش لي انا كفنان، انا ما عليا الا كنستقبل بصدر رحب وما عنديش ما كانكيش مزايدات. باش نجيك من الاخر، يعني نقولوا مثلا احنا عندي واحد المطالب خاصه بيا او اللي مثلا كنطلب شي ثمن غالي ولا نهائيا، فهاد الشيء ما كيرجعش ليا. وهذا السؤال ما خصوش يتطرح على الفنان نهائيا خالص، يعني خصو يتطرح على المنظمين ديال المهرجانات وصحاب المهرجانات وواحد القضيه والسبونسور اللي تابع المهرجانات، حتى هو عنده يد، يعني عنده واحد 70 ولا 80% هو اللي كيقترح الفنان، سبونسور ماشي الشركه المنظمه، سبونسور هو اللي كيجيب الفنان. عندي مهدي وعندي سلمى وعندي حمزه، الزوج ديالي لا ينتمي لهذا الميدان، وانما عنده اذن وعنده المام وكيعرف الميدان الفني، هذا الشيء اللي كاين. طبيب، طبيب لا يزاول، لا يزاول المهنه، لا شغل هذاك، المهم ما عليناش طرف. شوف الحياة كلها دروس، ما غاديش نقول لك درس واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، الحياة كلها دروس. وبالنسبة يخذلني شخص كثير ماشي واحد ولا جوج، ف بالنية الصالحة وبالمعاملة الطيبة كيمكن الإنسان يجتاز هذا، فهمتي؟ ف كان وقع لي مشكل في هاد في هاد في هاد في هاد النطاق اللي تتكلمي عليه ديال خدرني واحد الانسان واحد النهار، ولكن الحمد لله النتيجه كانت وسام ملكي من صاحب الجلاله الله ينصره. بالنسبه لواحد الاغنيه وقع فيها واحد شي حويجات خايبين بلا ما نذكرهم، ما بغيتش نعطي قيمه اكثر لهذا الانسان، وانما الحمد لله النتيجه بالصبر ديالي وبهذا النتيجه كانت بثلاث ايام من بعد، تنقول لك ثلاث ايام من بعد جاء الخبر على انني توسمت على هذيك الاغنيه اللي وقع لي مع مشكل مع ذاك الانسان. لا داعي لذكر باش ما عطيوش قيمه لبنادم. اولا انا كنصلي قبل الغنى، خص الناس يعرفوها، وهذه مساله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، مفروضه عليا وفرضات على اولادي، شي حاجه اللي في اي مكان وفي اي زمان فين ما كنت، بحيث في السبيطار لما كنت مريضه ما غاديش نقول الكوما ماشي مغيبه، وانما مع الحراره ملي كتطلع درجه الحراره الانسان ما تيبقاش في الوعي ديالو. معايا الاخت ديالي تنقول لها اذن العصر، كتقول لي اذن، تنقول لها عطيني تيمومه، تنتيمومه تنصلي الصلاه ديالي، يعني هذه مساله طبيعيه. مثلا بالنسبه هذه مساله تطبق للظروف، ماشي مش بالعكس، ما نكرهاش انا اليوم قبل غدا، ما عنديش مشكل. انا ما تنخرجش، شوف واحد القضيه غادي نقولها لك، الحجاب ديالي انا هو داري، باش نجيك من الاخير، والمراه كلها كاع، انا لما عنديش شي عمل معين ولا ما عنديش شي حاجه ما تنخرجش، يلا قلتها للاخ ما تنخرجش نهائيا. فحجابي هو بيتي وتربيه اولادي وعائلتي هي الاولى. انت دابا جيتي عندي ما عندي لا مساعده في بيت لا والو، كل شيء انا اللي كنديره بيديا في داري، انا اللي تنقيم نوقف على التربيه ديال وليداتي، انا اللي كنسهر عليهم، انا اللي كنقريهم، نديهم مدرسه نجيبهم مدرسه، يعني ما تنظنش كاين شي حجاب احسن من هذا. نعطي للمجتمع ولد صالح قاري، كيعرف بينه وبين الله، كيصلي
واش فهمتيني، ولا يفوتوا حتى شي وقت لا في الجامع ولا في البيت فين ما كان. فهذا هو احسن شيء نعطي له، اما حجاب وداك الشيء مثلا نشوف واحد الحجاب اخر في الزنقه للاسف ما ندويش عليه، حجاب عبر فولار جهه اخرى ما فيهاش الحجاب انا ما نقدرش نديرها لي شعري عليان يعني. صراحه سمحي لي زعما انا تنهضر بكل الواقعيه. ف الى بغى الله واحد النهار بلا 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 ما فيهاش استشاره ودي طريق الله، طريق الله راه ما كيهرب منا غير الشيطان. تا الاعتزال تا واحد حنا راه حنا شبه معتزلين شنو بان لك زعما تسولوني على الكونفينمون قلت لهم راه حنا كونفيني يعني بلا كورونا. فالاعتزال هو تا هو نفس الشيء يعني واحد الانسان واحد القضيه غادي نقولها لك، انا مثلا عندي مثلا 15 سهره في السنه، 15 سهره في السنه 15 يعني كنمشي حفل كنغني فيهم 10 ولا 14 ولا 13 حفل خيرية مؤسسة جمعية سجون كذا كذا، جوج الحفلات اللي تنتقاد فيهم في العام كله وانا كنتكلم بكل صراحة واتحدى اتحدى اتحدى يراجعوا هاد السنين الاخيرة يعطوني غير عام واحد غنيت فيه شي 10 ولا 7 ديال هذا وتخلصت فيهم بثمن اللي تنستاهلوا كحياة الادريسي، اتحدى اي ادارة فنية. فلما كنمشي كنشوف الاجتماعي والمؤسساتي والجمعاوي واش فهمتيني كندخل لهاد هادو كنمشي كتشوف واحد الانسانه بغات دير مسكينه عندها مثلا سرطان في عينيها وعندها عمليه مكلفه جدا، تلميذه طالبه بالانسجه مثلا هي وجوج ماشي وحده جوج، فكيفاش غادي نتراجع انا كفنانه تنتسلف باش نوصل نغني ليها في السطات باش نجيك من الاخر يعني، لان هذاك عمل خير تيهمنيش انا هذا وجمعوا ليها واحد الثمن اللي هو باهظ اللي بحيث والديها لما عرفوا على اننا وصلنا للرقم اللي هو مطلوب اغمية عليهم يعني واحد الرقم خيالي سرطان في العينين اول مره كنت كنسمعها، عمري ما كان كيحسبني الله يستر ما عمري كان كيحسبني كونسار في العينين تيجي في العينين القلب يجي في هذا. ف العمل الفني هو عمل نبيل وعمل انساني، انا كنتكلم من دويت معاك على الاخلاق والتربيه وهذا دويت معاك على 34 عام القاعده اللي تربيت عليها، انا ما تنتكلمش على الفن ديال اليوم، داكشي كون بغيتو كون درتو في القاهره واش فهمتيني، كون بغيتو كون مشيت درتو في الشرق بلا ما نعين شي بعض الدول العربيه وهذا ونجيب فلوس تاعنا وبخير وغتكون عندي طياره في باب الدار فهمتيني. فانا واحد الانسان من طبيعي تنبغي نعيش عاديه بسيطه ما نمدش يدي لشي واحد من غير الله سبحانه وتعالى، نبغي نمد يدي نمدها لله وما نبغيش تلوحني الظروف فهمتيني وما نبغيش نتحز فقط، ولكن اليومي ديالي يكون نكون اجور بحالي بحال الناس كاملين بحالي بحال عامه الشعب المغربي. فانا ما تنطلبش حاجه اللي فوق من الطاقه ديالي، وثانيا راه حنا بدينا من الاولين الدليل على هذا على ان كلامي صح، انا مريت من مناسبه جو قدامي اللي كان اليوم دابا انا غنكون ما عرفت فين غنكون اليوم استغفر الله العلي العظيم، كون قلت ايه كون ضحكت وكون درت بزاف ديال ولكن لا ما نقدرش لان انا كنغني فنانه واش فهمتيني، ما نبغيش نتحط في شي موقف اخر واش فهمتيني، ما نبغيش نشوف راسي انا شخصيا ما خلقيتش واخا نبغي ماشي شكلا ومضمونا ماشي من داك النوع. فلهذا يعني الحمد لله كنحمد الله وكنشكره بوضعيتي الحاليه، ولو هي يعني ما خصهاش بيني وبينك خصها مراجعه مع التاريخ ماشي مع نفسي ولا مع شي حد اخر. هي الموت علينا حق، حنا الا كنا مؤمنين كنامنوا بالحق والله سبحانه وتعالى حق والموت حق والحياه حق والاخره حق والجنه حق والنار حق. فبالعكس شوف الله يعطي علينا نكونوا مستورين ونكونوا ما يتسنى حد وسط وليداتنا ونكونوا بعاد من هذا الشيء اللي كاين، الله يحسن بينا وبكم حسن الله يعطينا ويعطيكم حسن الخاتمه.